نورنا طيبين ومشرفنا، كل سنة طيبين كل سنة وحضرتكم كل طيبين. يمكن من كام يوم كان في حفل إفطار لجيل 71، جيل أمتعنا كثيرا الحقيقة، وخرج منه كمان مدربين عظماء جدا للأجيال الحالية، ويمكن كمان هو جيل مميز جدا وفي نجوم الحقيقة عمرهم ما يتنسوا. كلمونا شوية عن حفل الإفطار ده، أكيد كان مميز جدا، ورموز كمان اللي كانوا موجودين كانوا مميزين. على ذكر المدربين، كابتن عادل كان بيدرب كابتن احمد في وقت بالظبط كده. بالظبط طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا على مدى الاجيال دايما بيبقى هناك تواصل، حتى بعد ما اللعيبه بتبطل كل واحد بيشتغل في مهنه. دايما اللي بيجي في النادي الاهلي وبيلعب في النادي الاهلي سواء قطاعات ناشئين او فريق اول، دايما عيله واسره. مجرد حتى لو اللعب انتهى يبقى في ترابط اسري وترابط حتى مع المدربين مع بعض، وده على مدى تاريخ النادي. اللي بيحصل بقى من 3 أيام كده، كان هناك تجمع عند المهندس داكر، وهو من الناس الأفاضل ونائب أعتقد في مجلس الشيوخ، وكان ظهير أيمن في النادي الأهلي. فعلى مدى 3 سنين أو 4 سنين بيجمع المدربين واللاعبين الدفعة بتاعته وبيعملوا زي اجتماع كده، ويبقى فيه افطار حلو ده. ثم يعني في نهاية رمضان كده كابتن هادي خشبة بيعمل سحور في أحد الأندية، وبرضه بيجمع الدفعة دي يعني. طبعا في دفعة تانية لعبت مع المجموعة ديت، فطبعا المفروض يعني أنه يبقى فيه تواصل أكتر كمان إن شاء الله مع الدفعة التانية، بحيث أنه يعني يبقى في دايما ترابط بين اللاعبين، ودايما بيخدموا النادي الاهلي سواء موجودين في الملعب او في كل واحد في عمله، بيحاول بقدر الامكان عشقهم للنادي الاهلي. سابوا النادي الاهلي بقالهم فتره، ومع ذلك الترابط والنادي الاهلي في دمهم، فطبعا دي حاجه بتبقى مميزه جدا. كابتن احمد بقى من الدفعه الثانيه.